بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم. سلام الله عليكم غالياتي، نتمنى إن شاء الله كامل تكونوا بخير. طلعت عليكم فيديو فيه كريمة الزبدة رائعة جدا، مكونات اقتصادية، طريقة جد سهلة، مكونات اقتصادية، والأهم من هذا أنكم تتحصلوا على أروع كريمة زبدة ممكن تحضروها تحشوا بها الحلويات تاعكم بإذن الرحمن. وصفة من أروع الوصفات اللي معتمدتهم، يعني هذا الوصفة من بدلهاش، وصفة رائعة رائعة جدا، يعني معتمدتها هذه سنين وكامل ما نشريها نبدلها. نقول بسم الله وعلى بركة الله. نحتاج هنا يا عندي فقط 4 مكونات، يعني مع الماء نحتاج هنا 5 ملاعق كبيره تاع سكر غلاس ولا السكر الناعم، نحتاج 125 غرام تاع لا مارغارين تكون طريه، نحتاج ملعقتين من الماء، ملعقتين كبيرتين من الماء، وعندي ربع كاس تاع الزيت، يعني جد اقتصاديه. في الريسيبيون تاعي وضعت 5 ملاعق كبيره تاع السكر الناعم، عندي هنا 2 ملاعق كبيره تاع الماء يكون بدرجه حراره المطبخ عادي. بالملعقة هنا نخلطو جيدا هذاك السكر مع الماء حتى نضمنو تماما باللي هذاك السكر تاعنا راهو ذاب بهذه الطريقة. صدقوني حبيباتي هذا الوصفة سيوها وجربوها، وعلى ضمانتي أكيد رايحة تولي لكم الوصفة المعتمدة كما عودتكم كل مرة غير بالوصفات الاقتصادية الرائعة وكامل، يعني صادقين وناجحين، هذه أهم حاجة في قناتي. نروح هنا 125 غرام تاع لا مارغارين تكون طرية، كما كنتوا تشوفوا كنت قصدها، يعني طرفت هذه الكمية، يعني ضفتها على شكل قطع. جبت هنا الضراب الكهربائي ونبداو نضربو جيدا الخليط هذا كما راكم شفتوا. وهنا نجيبو ربع كاس تاع الزيت، بالنسبة لسعة الكاس 220 مليلتر، يعني يرفدو نفس الكيسان تاع نفس العبار تاع الكاس تاع أم والد. هنا بالنسبة للزيت نقعد نضيفوه على شكل خيط، يعني على دفعات، ما نضيفوهش دفعة واحدة، وفي نفس الوقت راكم تضربو جيدا بالباتر بهذه الطريقة حتى تشوفوا باللي الزبدة تاعكم يعني رايح اللون تاعها يتحول، يعني يتكلار ساي واللي رايح للون الأبيض، يعني رايح يولي فاتح. هنا حبيباتي رايح نكه كريمة الزبدة تاعي، ضفت لهنايا ملعقة متوسطة من الفانيلا ولا لافاني، كما تقدروا هنايا حبيباتي تنكهوها بالطوفيا كراميل، ملعقة ولا زوج تاع طوفيا كراميل، كما تقدروا تضيفوا الكابريس يعني ولا الشوكولا أطارتيني، كما تقدروا كذلك تنكوها بالبودرة الشانتي ملعقة ولا اثنين. انا هنا يعني كنت نكهتها غير بالفانيلا وجات رائعة جدا بالنسبة لهذا الوصفة، تجيكم يعني خفيفة على الفم ما تقهمش، وقوامها بنتها من اروع ما يكون، القوام تاعها كذلك يجيكم كريمي واللون تاعها يجيكم افتح يعني مما تتخيلون. وصفة من اروع الوصفات اللي ممكن تجربوها وتسيوها. ضربوا جيدا يعني واحد الخمس دقائق وانتم تطلعوا في الكريمة الزبدة تاعكم تولي لكم يعني بزاف بزاف خفيفه. نجي هنا يا حبيباتي درتها في لابوش، نبدا ندير معكم دي غوزاس بهذه الطريقه. انتظروني حبيباتي راح نبدا معكم باذن الرحمن بفيديوهات يعني تاع حلويات العيد 2024 ان شاء الله، رايح نشارككم الحلويات رائعه جدا اقتصاديه وراقيه باذن الله كامل، راكم رايحين تقدروا يعني ديروا هذه الحلويات باذن الله. رايح نخلي لكم اول فيديو يعني حلويات العيد 2024 ان شاء الله الليله على الساعة 8 ليلا، فقط كونوا في الانتظار بإذن الله. رايحة إذا قدرني رب العالمين يوميا نخلي لكم فيديوهات حلويات على 8 تاع الليل، فقط كونوا في الموعد. وما تنساوليش حبيباتي الدعم تاعكم، جيم بارتاج للفيديو، خليوا لي تعليقاتكم المحفزة، واللي جربتها تكتب لي الراي تاعها في التعليقات. نقول لكم هذا الوصفه اعتمدوها، احشوا بها اللي صابلي تاعكم، يعني حضروها في جميع الحلويات تاع العيد تاعكم، وباذن الله كامل راكم رايحين ترضوا وتفرحوا بالنتيجه اللي راكم رايحين تتحصلوا عليها. الى هنا غالياتي نقول لكم تهلاو لي فرواحكم، انتظروني في الفيديو الخاص بالحلويات في الليل ان شاء الله. نقول لكم سلام.